واش الخوت؟ السلام عليكم، نهاركم مبروك. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتحركوا السوق ريعه، انا حاس ان شاء الله غيكون طفرات من النوع الرفيع. يلا وصلنا السوق ريعه، السوق اللهم بارك راه عامر. هانتوما الاخوان، هو اللي راسنا صورهم في فوق ريعه كيفما كتشوفوا كلوستر اللهم بارك. وهذه الهضره ديال الرجوله، بالرجوله والله يسر الامور. تقدم ما بغيناش يبقى غادي لا نشوفوا شي حاجه اخرى احسن من هادشي. داكشي اللي كاين عشيه، اللي بغى شي حاجه يتواصل مع خويا عزيز وحدك سميه طارق. خويا طارق محبابك، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه في شي فيتا خلينا نميه. واش الخوت؟ السلام عليكم، نهاركم مبروك. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تحياتي لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا، مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا معنا لعائله يوسف جيو، مرحبا بكم الاخوان. راني كنشوف لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، تحياتي ليكم. وما ننساش ضروري الناس القدام اللي كانوا معنا شحال هادي كانوا كيساندونا بلي لايك بلي كومونتير، تحيه لكم كاملين وشكرا لكم بزاف. كيف ما عودناكم راه كل حد كيتحركوا في السوق ريعه، بلا ما نعاود لكم في الهضره ديما، ان شاء الله اليوم غنتحركوا في السوق ريعه. انا حاس ان شاء الله غيكون طفرات من النوع الرفيع، غيكون طفرات صوف البادجي، صوف طائر الكناري، خصوصا طائر الكناري لانني كنشوف جروبات فيسبوك كاين اللي كناري طفرات اللهم بارك. ان شاء الله السوق ريعه غيكونوا فيه طفرات، غتشوفوا معنا كل شيء. تحركوا في السوق ريعه، نطول عليكم بزاف ويلا نمشي. واش الخوت؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلا وصلنا السوق ريعه، السوق اللهم بارك راه عامر. وصلنا شويه معطلين، نحاولوا نصوروا الكتور اللي كاينين والانواع اللي كاينين. خليكم معنا ويلا نتحركوا. هما اول بياسه جايين نصوروا في السوق ريعه كيف ما كتشوفوا، بياسات ديال البادجي اللهم بارك. هنا عند خويا مصطفى كاين الكره وتشاوي هنايا، كاين واحد الكوبلي ديال لاشين وتاهي بياسات تبارك الله زوينين كيف ما كتشوفوا. شي حاجه ديال الدار، خويا مصطفى بغى يحيد كل شيء حرا ديال الهوكو، بغى يحيد كل شيء كيف ما كتشوفوا. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا ندير لكم معاه، ومرحبا بكم الاخوان. بالنسبه للثمن الاخوان راه من 1000 ريال حتى 80 درهم. اغلى طفره هنا هي اللاتينو كيف ما كتشوفوا، العين الحمراء 80 درهم. هادو كوبلات لاتينو؟ لا لا فرادين. ما سمعتوا الاخوان، ماشي كوبلات، فرادين كيف ما قلت لكم في الاول. المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا، راه خويا مصطفى راه كنعرفو الصديق ديالي والله يدير الخير. هانتوما الاخوان العشاق ديال الحسون كيف ما كتشوفوا، واحد الجدير اللهم بارك راه بدا كيروزي تبارك الله، رجيله تما بداو كيبياضوا. شحال ضارب هذا؟ شحال ضارب؟ العام وزيان، عام وشي حاجه كيف ما سمعتوا الخوت، ضارب عام وشي حاجه، واخا باقي ما عاكش ولكن تبارك الله ضارب في القفز. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا، راه عند الاخ صديق ديالي والله يدير الخير. شحال الثمن الاخر ديالو؟ 300 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان، 300 درهم الثمن الاخر. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا والله يدير الخير. هانتوما الخوت، جينا عند واحد الاخ جيب طوار ديالو مقنين، دويش معاه دابا قلت له واش تكره ولا نتاوي، قال لي راه كاين تكير واحد واش نتاوي، قال لك جوج شاك فيهم ما عارفهم واش نتاوي ولا تكره. راه غير الحلال اخويا، هذاك الشيء اللي كاين باش نوصلوا الفكره للبنادم. بنادم كيدي نتاوي بزاف، داك الشيء اللي كاين، داك الشيء علاش السوق ما بقاش هو هذا. بغينا نوصلوا واحد الفكره للناس، انك يجي ياخذوا تكره على هما نتاوي وعلى اساس التكره كياخذوهم. كاين اللي كيشري ب 120 درهم، كاين اللي كيشري ب 100 درهم. هانتوما راه كاين الناس في القرية مازال مزيانين كيقولوا ها شي ثمن مناسب، ويقول لك الحقيقة واش تكر تكر واش نتو نتو. هانتوما كاين هنا ثلاث بياسات، راه قال لك كاين تكر واحد هنايا، وكاينين جوج شاك فيهم ما عرفهم واش نتاو ولا تكورة. المهم اللي بغى شي حاجة راه يقلب بيديه وغيشوف كل شيء. بالنسبة للثمن اخويا شي علاش شحال كتقول؟ ها؟ الثمن شحال؟ اخويا الكور 80 درهم تساوي 1000 ريال. كيف ما سمعتوا الاخوان، الذكر قال لك 80 درهم ونتاوي 1000 ريال. الله يسر لك الامور عشيري، وهذه الهضره ديال الرجوله، بالرجوله والله يسر الامور. تقدم ما بغيناش يبقى غادي لا نشوفوا شي حاجه اخرى احسن من هذا الشيء. داكشي اللي كاين عشيري، الله يسر لك الامور والله يدير الخير اخويا. هانتوما الاخوان، اول اللي راسنا صورهم في فوق ريعه كيف ما كتشوفوا كلوستر اللهم بارك. كاين بياسات في لو جون، هانتوما كيف ما كتشوفوا كاين لو بلون ها هما، وكاين المجلج والصفرا كيف ما كتشوفوا. بياسات تبارك الله زوينين اخي، قلنا كلشي راهم ولاد العام. هانتوما تبارك الله بياسات تبارك الله، كاين البيسكوي كاين المجلج اللهم بارك. ولاد العام مخلطين تكوره ونشاويه كيف ما سمعتوا الاخوان، ولاد العام تكوره ونشاويه مخلطين. بالنسبه للمجلة شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 650 بياس، 650 بياس المجلة كما سمعتوا. لو جون تاعو البلون، البلون تبدا 900 درهم بياس.
من 900 ل 1500 درهم كيفما سمعتوا الاخوان بالنسبه للبيض من 900 درهم حتى 1500 درهم البياسه جلوستر بلون ها هو بياسه تبارك الله راه صغيره ولا بياسه و لو جون شحال حتى هو لو جون 650 حتى 800 درهم ها نتوما بياسه تبارك الله راه زوينين مثلا مديرين مسارح مازال ما غيوليو فوق في الاستوديو بحال هذا راه غيبان لك الطير تبارك الله زوين بحال الكوبل هادي ها نتوما ديك لي بوطرو لي بو هاد كورونا ولي بو كاين هنا كورونا ياك ومخلطين ها نتوما تبارك الله راه بياسه زوينين اللهم بارك النميره اخر لحظه 36 50 30 ها انتما الاخوان سمعتوا النميره ديال الاخ اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا عيط لي في واتساب ياك لا بالنسبه للاخوان ديالنا ديال الاخ راه ساكن في سلا اللي بغى شي حاجه يتواصل معاك كتجي كل واحد في القرايه ياك الا بغى شي واحد يتواصل يتلاقى معاك مره المهم الا كان ياك المهم راه كندوي معايا شي واحد غنتواصل اللي بغى شي حاجه الاخوان يتواصل مع الاخ ولا يتواصل معايا انا راه نتواصل لك بيناته وبينه ولا يدوي مع الاخ ديريكتوم هانتوما راه بياسه تبارك الله زوينين والله يدير الخير الله يسر الامور عشان هانتوما الاخوان العشاق ديال لي راس كيف ما كتشوفوا ريسيسيف اللهم بارك بياسه تبارك الله زوينين كيف ما كتشوفوا كلشي ولاد العام ياك كلشي ولاد العام الاخوان كيف ما كتشوفوا بياسه تبارك الله زوينين ديال باك براني ولا انا بلاد ديال البلاد الاخوان كيف ما سمعتوا بياسه تبارك الله زوينين ها نتوما كلشي كيبان قدامكم شحال شحال كوبل ولا فرادي شحال 700 درهم كوبل 700 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان 700 درهم كوبل ها نتوما بياسه تبارك الله زوينين كازا ياك اف كازا بياسه تبارك الله اللهم بارك ها نتوما شحال واحد كان موصلني على الريسيسيف ها نتوما الاخوان كتشوفوا كلشي قدامكم اتصلوا بالاخ نخلي لكم النمره ديالو راه كاين حتى شي بياسه ديال موزايك لوج انا غنوريهم لكم دابا هما صحاب موزايك الاخوان كيف ما كتشوفوا موزايك لوج انا تقريبا كاين غير نتشوق على بالي انا ياك باقي ما تماسكوش مزيان ما خليتش كونتاكت سير ياك شنو كيف ما سمعتوا الاخوان راه هما الكره ومتشوقين هنايا باقي الكره ما واخدينش كونتاكت ما تماسكوش مزيان كاين اللي باقي في البداله ياك واقع ياك اللي كانوا مصفين راه تباعوا الصباح كيف ما قال لكم الاخ 800 درهم 750 بياسه الجويجه هاد الشيء راه شحال كيبقاو حتى هما كوبل بشحال كتمشي 600 درهم 600 درهم الاخوان ولاد العام موزايك روج العشاق اللي موزايك روج اللي بغاهم الاخوان راه شحال واحد كيتواصل معايا كيقول لي بغيت خاصاني هادي وخاصاني هادي ها انتم كوبل تبارك الله زوينين اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ نخلي لكم النمره ديالو والله يدير الخير اش هي النميره خلي لي بالنسبه للاخوان النميره انا نخلي لكم تحت الصوره كيف ما كتشوفوها دابا ها هي النميره الاخوان والله يدير الخير الخوت بعد ما صورنا لي راس ديال الكناري راكم شفتوا معنا كلوستر ريسيسيف موزايك احنا جينا نصور لكم بياسات ديال البلدي كيف ما كتشوفوا كاين هنايا بياسات صفرين وكاينه بياسه وحده اللي اورانج راه هي كيف ما كتشوفوها كلشي ولاد العام ياك كلشي كيف ما سمعتوا الاخوان راه كلشي ولاد العام كاين الكره ونشاوي هنايا بياسات سيترو وبياسات اورانج بالنسبه للثمن خويا منين تشارين ولا حتى شحال بياس 120 بياس 120 درهم البياس الاخوان كيف ما سمعتوا راه الكره ونشاوي بياسه تبارك الله زوينين كيف ما كتشوفوا الله يسر لك الامور عشير خلينا النميره الا بغى شي واحد شي بياسه ما عرفتش اش كاين قولنا النميره 06 12 21 41 54 اللي خاصو كانار بلدي شي بياسه شي ولاد العام راه بياسات نقيين هادو وليدي عندك ياك كيف ما سمعتوا راه كاش الساعه كاسب الاخ ديالنا اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه في النميره ديالو الله يسر الامور عشير والله يدير الخير ها انتم الخوت كيف ما كتشوفوا بياسات ديال البادجي كاين فول بادي هنايا كاين بياسات 20 بو كيف ما كتشوفوا هاد كاين رواج تبارك الله كاين تبارك الله زويون هاد راه من 20 ريمبو با مو ريمبو ها انتم كاين تبارك الله زويون
كاين بياس اش انا تاع البلدي تاع ماما وما كاين سبانكل تاع هو تقريبا من ثمن منين شاري كيبقى ثمن اخويا بادي من 60 درهم حتى لهذاك الرينبو 200 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان ثمن من 60 درهم حتى 200 درهم هاي اغلى بياسه هي هذه هذه بياسه رينبو اللهم بارك اللي بغى شي حاجه يتواصل مع اخويا عزيز وحدك سميه طارق خويا طارق مرحبا بك اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه خاصك شي بياسه خلينا النميره 07 07 42 84 74 واتساب ها انتم الخوت هذه النميره فيها واتساب اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه الله يستر لك امورك ديال الدار بعدا الله يستر لك امورك الله يدير الخير الله يحفظك ليش ها انتم الاخوان العشاق ديال الطفرات ديال الباتشي كيف ما كتشوفوا كوبله ديال البلو سكاي اللهم بارك ها انتم كتشوفوا جولدن فيس تبارك الله كوبله زوينه الاخ قال لي عمره خدمه شي هكا عمره خدمه يلا لاقي شي يلا تلاقاو الاخوان تكرا واجد تبارك الله كيف ما كتشوفوا راه وادي كاين هنايا نمشي وتاي تبارك الله زوينه كوبله اللهم بارك تبارك الله ديال الخدمه اللي بغى شي حاجه حنا كيتواجدوا داخل السوق قريعه شحال الثمن ديالها اخي شحال؟ ديالو 600 درهم 600 درهم الاخر 600 درهم الاخر الاخوان كيف ما سمعتوا كوبلا عمرها خدمات يلا لقاهم الاخ تخلي النميرة ولا سير على الله قولي النميرة شبر 6 96 78 30 77 ها انتم الخوت راكم سمعتوا النميره هاي الكوبلا قدامكم شتو كلشي على عينيكم بياسه تبارك الله راه زوينين الله يسر لك الامور اخويا الله يدير الخير ها انتم الخوت اجينا عند اخ زريقه بياسه تبارك الله زوينين خدا ديال بيروش كاين انتم كما كتشوف كاين واحد بياسه هوكو شويه واقفه مازال يخدم مع اخويا زريقه ويطريطيها كما كتشوفوا بياسه تبارك الله زوينين اللهم بارك بالنسبه للثمن اخويا زريقه شحال منين ثاني خويا هاد السلعه هادي خلص المولاه ياك مولاها ما يخدم بها هيدا شي واحد كيف ما سمعتوا الاخوان هاد البياسه راه خداهم الاخ صاحبو راك موجود اليوم بيروش اللهم بارك في القريعه اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا راه حنا في الخدمه والله يسر الامور الله يسر لك زريقه الامور الله يدير الخير ها انتم الخوت الناس اللي كتعشق الطيور المغردة ديال الطبيعه كيف ما كتشوفوا كاين هنا القامات شو كاين العصفور ها هما تبارك الله بياسات كيف ما كتشوفوا معنا بياسات تبارك الله زوينين اللي بغى يكسب شي حاجه مرحبا به تواصل معايا وراه بالنسبه للثمن 20 درهم بياسه ياه كيف ما سمعتوا الخوت راه 20 درهم بياسه كاين عندنا بياسه ديال القامات شو كاين بياسه ديال العصفور مع الاخر ديال السوق دابا درنا لي 10 دراهم كيف ما سمعتوا الخوت راه مع دابا السوق ذاك اخوان انتوما ادريس ما كاين هو الممول ديال السوق راه اليوم دار لي 10 دراهم بغى يتعاون مع الضعفاء ها انتوما الخوت اللي بغى يكتب شي حاجه الدور ديال الطبيعه مرحبا به راه 10 دراهم ثمن مناسب والله يدير الخير الله يسر الامور ها انتوما الاخوان العشاق ديال اليمام كيف ما كتشوفوا هادشي ماشي ديال المغرب حاجه ديال برا بياسه تبارك الله زوينين كيف ما كتشوفوا باش كتعرف التكاير من شي و كيف ما سمعتوا اخوان تذكر تعرفوا من العين لا هو اللي نتيوا نتيوا تكون عيني ضايعه ياس تذكر تكون عيني ضايعه كيف ما سمعتوا اخوان تذكر تكون عيني طايره ومجلده كيف ما سمعتوا ها انتم راه كاين جوج بياسات بيضين وكاين هاد البياسه هادي كريا ها هي بياسات تبارك الله زوينين بالنسبه للثمن شحال كيبقاو خويا رشيد 100 درهم البياسه كيف ما سمعتوا 100 درهم البياسه عند خويا رشيد وبهذا اخوان خشموا لكم الفيديو السوق راه بدا كيخوى ها انتم كيف ما كتشوفوا خشموا لكم الفيديو الى سوق جديد ان شاء الله وتحياتي لكم والله يدير الخير